حلم الطيران أحد أكثر الأحلام شيوعاً في العالم. الآن صار شبه واقع. في النرويج طور بعض القافزين في الجو رياضة خطرة تعرف بالقفز ببزة السنجاب. يقفزون عن شاهق صخري إلى أبعد ما يكون، ثم يتزحلقون على وجه الجبل. لا آلة ولا عدة ولا مظلة إلى أن يصلوا إلى الأرض. يطيرون كما ينساب الطائر مع الهواء. الجسم البشري في السقوط الحر يبلغ سرعة 225 كيلومترا في الساعة، لكن هؤلاء القافزين يمكنهم إبطاء سرعتهم إلى 65 كيلومترا في الساعة بسبب هذه بزة تزيد مساحة الجسم البشري وتعطيه شكل سنجاب طائر. 3 2 1 هيا. بإمكان مرتدي هذه البزة أن يقفزوا في الفضاء. وأن يبطئوا سقوطهم الحر. قبل أن يفتحوا مظلاتهم ليبلغوا الأرض بأمان. أحب ذلك. لكن إلى أي مدى يمكن الوصول بها؟ في النرويج إنه الصيف وسيكتشف الرجال ذلك. هذه المرة عوضا عن القفز بعيدا عن الشواهق الصخرية سيرون كم يمكنهم الاقتراب منها وهم ينزلون. نحاول أن نطير، كلنا راودتنا أحلام الطيران عندما كنا صغارا، وبزة السنجاب أقرب شيء إلى طيران بشري من دون قوة. يسجلون سرعة 160 كيلومترا في الساعة وهم يكادون يختشون أصابعهم على الصخور. التحليق ببزة السنجاب هو كيفية تخيل التحليق. إن حلمتم يوما بالتحليق فعلى الأرجح تحلمون بالارتفاع والذهاب حيث تنظرون، وتبقون ذراعيكم مفتوحتين وتقومون بذلك. المخترعون يحاولون تصميم بزة سنجاب تسمح لهم بالهبوط مستعينين بالمظلة. إلى ذلك الحين أسبن فادنا يقترب من الأرض أكثر ما يمكن لشخص أن يفعل بواسطة بزة سنجاب، وهو يشق طريقا وينزل بمحاذاة الجبل. أجل يا صاحبي، ذلك كان رائعا. عندما طرت إلى ذلك القرب طرت لأنني كنت في تحليق ممتاز، لذا كنت متوترا ومركزا وخائفا قليلا، لكن كنت مسيطرا بالكامل. هذه قد تكون من أروع صور القفز ببزة السنجاب حتى الآن. الرياضة تتطور بسرعة ويجري توسيع الحدود كل سنة، ما يسمح للذين يجرؤون بأن يعيشوا الحلم.